السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مسيو نادي شلتوت من قناة شرح اللغة الفرنسية. ان شاء الله في هذه القناة نتناول شرح جميع قواعد اللغة الفرنسية، واي شيء صعب او اي حاجة شايفها صعبة في المادة اكتبها لي وانا اشرحها لك. بس يا ريت ما تنساش تدعمنا بلايك وشير واشتراك للقناة وتفعل الجرس عشان يصلك كل ما هو جديد بإذن الله. النهاردة ان شاء الله هنتكلم عن لي بريبوزيسيون. بريبوزيسيون حروف الجر. هنتكلم عن، بينا نشوف حروف الجر وندرس كل واحدة منهم ونعرف ايه اختصاصها وايه وظيفتها. عندي اول حاجة سور، اول اداة او اول حرف جر عندي سور. سور يعني على، سور يعني على. هنا الكرة تكون على ايه؟ على العلبة او على الكرسي. اقول لا بالون، لا بالون اي سور لا بوات. لا بالون اي سور لا بوات، الكرة تكون على العلبة. تمام، الكرة تكون على العلبة. هنا سور يعني على. ميزة ادوات حروف الجر سور وزمايلهم اللي هناخدهم دلوقتي ان هم بيجي بعديهم ادوات معرفة. ادوات ايه معرفة؟ اللي هي لو، لا، لي، الابستروف، او صفات إشارة زي سو، سات، سي، أو أدوات الملكية. وكل الحاجات اللي أنا قلتها دي هتلاقيها مشروحة في الفيديوهات السابقة، دور عليها إن شاء الله تلاقيها على القناة. يبقى أول حرف جر عندي اللي هو سور يعني على. سور يعني على. تاني حرف جر سو. سو يعني تحت. سو يعني إيه؟ تحت. هنا لو لاحظنا هنلاقي الكرة تحت ايه؟ تحت العلبة. هقول الجملة بتاعتي ازاي؟ هقول لا بالون اي سو لا بوات. لا بالون اي سو لا بوات، تحت ايه؟ العلبة. تمام، الكرة تكون ايه؟ تحت العلبة. يبقى اول ادتين، اول حرفين جر ناخدهم اللي هم سور وسو. سور يعني على. سور يعني على. سوس يعني تحت. سو يعني تحت. سور يعني على. سو يعني تحت. بعد كده عندي درير. درير. درير يعني خلف. درير يعني خلف. عندي هنا لولابا الارنب يكون ايه؟ خلف الكرة. هقولها ازاي؟ هقول لولابا اي درير لا بالون. لولابا اي درير لا بالون، الارنب يكون خلف ايه؟ الكرة. عكسها على طول ديفون. ديفون يعني امام. ديفون يعني امام، عكس كلمة ايه؟ درير. تمام، ديفون يعني امام. زي مثلا ما اقول لا في البنت تكون قاعده امام ايه؟ الكمبيوتر، او قاعده امام المدرس. هنا هنقول هنشوف جملتها ازاي. الى سي، الى سي ديفون لوردوناتير، هي تجلس امام الاوردوناتير. هي تجلس امام الحاسوب. تمام، هي تجلس امام ايه؟ الحاسوب. الى سي ديفون لوردوناتير. الى سي دو سون ديفون سون اوردوناتير. الى سي ديفون سون اوردوناتير، هي تجلس امام جهازها.
او جهاز ايه الكمبيوتر هنا في ملكية، يبقى زي ما قلت ان سوس واسو ودريير وديفون بيجي بعديهم ادوات الاشارة، صفات الاشارة وادوات المعرفة وصفات الملكية. نكمل ونشوف باقي الحروف دي الادوات. لوان دون، تمام. يبقى انا خلصت الحروف الجر اللي بيجي بعديها ادوات المعرفة والاشارة والملكية. دخلنا على لوان دو. لوان دو معناها بعيد عن. لوان دو يعني ايه؟ بعيد عن. لو لاحظنا هنا الارنب يكون ايه؟ بعيد عن الكرة. عندي حرف دو، حرف الجر دو، ده بيتغير على حسب الاسم اللي هيجي بعده، هيتغير على حسب الاسم اللي هيجي بعده. هنوضحها دلوقتي. اكتب جملتي الاول، الارنب يكون بعيد عن الكرة. هقول لولا با، لولا با الوان دولا، الوان دولا بالون. لولا با الوان دولا لا بالون. الارنب يكون ايه؟ بعيد عن الكرة. ممكن مش شرط ان انا استخدمه مثلا مع الاشياء، ممكن استخدمها مع الاماكن، وحرف الجر دايما بيجي مع الاماكن. تمام. اقول لا بانك، لا بانك ابري ابري دو سينما. لا بانك ابري بري دو سينما. البنك يكون قريب من السينما. السينما عندي هنا اسم مفرد مذكر، فاستخدمت ايه؟ دو. بريدو يعني ايه؟ بريدو يعني قريب من. بريدو عكس كلمة ايه؟ لوان دو. هنا الارنب يكون ايه؟ قريب من الكرة. هقول لولا با اي بريدو لا بالون، لولا با اي بريدو لا بالون. تمام. يبقى الأرنب يكون قريب من الكرة. يبقى حرف الجر دو اللي بيجي بعد الوان أو بري بيتغير حسب الاسم اللي هيجي بعده، حسب الاسم اللي هيجي بعده هيتغير إلى دو أو دولا أو دولا بستروف أو دي. يبقى حرف الجر ده بقول إن هو هيتغير على حسب الاسم اللي هيجي بعده. لوان دو يعني بعيد عن، بريدو قريب من. تمام. هنكمل على الادوات اللي بيجي معاها دو، حروف الجر اللي بيجي معاها دو. اجوش دو، اجوش دو يعني على شمال. اجوش دو يعني على شمال من. نشوف المثال بتاعنا. لو باس اي ا غوش دي جون. لو باس، لو باس اي ا غوش دي جون. الباس يكون على شمال دي جون الناس. تمام. الباس يكون على ايه؟ شمال الناس. او اقول لو باس اي ا غوش، الباس يكون على الشمال. وطبعا اغوش دو وبريدوك والادوات دي حروف الجر دي بستخدمهم في وصف الطريق او في وصف الاماكن. وصف الطريق او وصف ايه؟ الاماكن. لما اوصف طريق لحد هقول له على الشمال او على ايه؟ اليمين، اللي هي ايه؟ اجوش. والعكس بتاع اللي هي ادروات دو. يبقى انا عندي اجوش دو وادروات دو بستخدمهم في وصف الشارع او في وصف الاماكن. عندي قلت ادروات يعني على اليمين. لو باس ايه ادروات، الباس يكون على ايه؟ على اليمين. لباس، لو باس ايه ادروات، الباس يكون على اليمين. لو باس ايه ادروات دي جون، الباس يكون على يمين الناس او على يمين ايه؟ الشباب اللي واقفين. تمام.
يبقى انا بستخدم اجوش تو او ادر ودو لوصف الاماكن او لوصف مكان الشيء او لوصف خط السير. خط السير مثلا لو حد بيسألني على شارع او مكان. او سنتر دو او سنتر دو او سنتر دو معناها في الوسط. او سنتر دو يعني في الوسط. بقول له بروف اي او سنتر دي زيليف وسط ايه تلاميذ المدرس يقف ايه في وسط ايه تلاميذه. البروف اي او سنتر دي زيليف لو بروف اي او سنتر دي زيليف في وسط تلاميذه او في وسط التلاميذ. La banque est au centre de la ville. البنك يكون في وسط المدينة. زي ما قلت ان انا بستخدم حروف الجر دي للوصف. البنك يكون في وسط المدينة. انا كده قلت الموقع بتاعه. بعد كده عندي en face du. En face du يعني في وجه او في وش أو في مواجهة. إلى سي أون فيس دو لوردوناتير. إلى سي أون فيس دو لوردوناتير هي تجلس في وش أو في وجه الحاسوب أو أمام الحاسوب. تمام. إن فيس دو بتساوي ديفون. لكن الفرق بين انفيس دو وديفون ان ديفون بيكون معناها ايه امام، لكن انفيس دو في مواجهة. تمام. اكود دو يعني بجانب. اكود دو بجانب. بقول لافي لافي ايه اكود دو لا مترس. لا في ايه اكودو لا مترس تكون بجانب ايه المترس او الدكتور. بجانب المعلمة او بجانب الدكتورة ايه واقفة جنبها. يبقى حرف الجر اون فيس دو واكودو دي معناها في وجه او في مواجهة. اون فيس اكودو بجانب. بعد كده حرف الجر دون. حرف الجر دون معناه في. إلي دون لا فواتير. إلي دون لا فواتير هو يكون في العربية. إلي دون لا فواتير هو يكون في العربية. انتر حرف الجر انتر بمعنى في بمعنى بين. حرف الجر انتر بمعنى بين. لو لا با انتر دو فواتير او انتر لو باس الى فواتير. بقول الارنب يكون بين الباص والسياره. لو لا با انتر لو باس الى فواتير. حرف الجر ديفون. ديفون يعني قبل. يبقى حرف الجر دون يعني في. انتر يعني بين. افونت يعني قبل. حرف الجر افون استخدمه ازاي؟ بقول مثلا افون لو لوندي. افون لو لوندي لو سامدي. بستخدم افون او après في الحاجات اللي هي الترتيب زي مثلا السباق او مثلا ترتيب ايام الاسبوع ترتيب الشهور. تمام. بقول قبل كذا مثلا قبل يوم السبت قبل يوم الاثنين في ايه السبت او ديمونش. يبقى حرف جر انتر يعني بين.
تمام، ودون يعني في، افونت يعني قبل، زي مثلا ما اقول افون لو لوندي، قبل يوم الاثنين في ايه لو ديمانش. لكن حرف الجر ابري يعني بعد، ابري لو سامدي بعد السبت، لو ديمانش بعد السبت في ايه ديمانش. يبقى ابري و افونت بستخدمهم مع الترتيب، مع الاشياء اللي هي ايه الترتيب، زي مثلا ايام الاسبوع الشهور، بقول قبل مثلا شهر مارس في ايه افريل، بعد شهر مارس في ايه افريل، تمام. يبقى افونت وابري بستخدمهم مع ايه ترتيب الاشياء الترتيبية، بستخدمهم مع الاشياء الترتيبية. وبكده نكون انتهينا من اول فيديو، وياريت ما ننساش نعمل اشتراك للقناة ونعمل شير للفيديو، ونشوف تعليقاتكم على الفيديو.